مراسم تشييع كبرى قام بها أهالي منطقة الجيزان التابعة لناحية العبارة صباح اليوم بعد استشهاد 3 من أبنائها جراء الهجوم المسلح الذي استهدف قريتهم ليلة أمس، بعد أن قامت عصابات داعش بنصب عبوات ناسفة ثم عمليات قنص استهدفت القرية والنقاط الأمنية التي يقوم أهالي المنطقة بحراستها. والله هجوم إرهابي من قبل داعش جو باتجاه قريتنا، من قرية المخيسة باتجاه قرية قصيبة على الخيلانية، وقدروا يوصلون للشارع العام وصار اللي صار. انطينا 3 شهداء و5 جرحى إضافة إلى حرق بعض السيارات. فيما طالب الشيوخ وجهاء المنطقة باتخاذ تدابير أمنية كبرى من خلال تعزيز القوات ونصب الكاميرات الحرارية، وأن يكون تواجد القوات الأمنية بقدر أكبر، لا سيما بأن هنالك ستكون عمليات قادمة مع قرب الانتخابات حسب وصفهم. مطالباتنا أن تكون هذه البساتين تجرف، بساتين الوقف، لأن كونها هي بساتين متروكة ومهجرة وفيها مضافات للعدو، وتكون أسوة بالعمليات اللي صارت بشمال المغدادية والشيخ بابا. يجب أن لا نترك للتفاؤل مساحة أكبر، إجيالة لا زالت لحد الآن بها خلايا نائمة، لا زالت لحد الآن بها مجموعات ضالة، الإرهاب لم يرفع الراية البيضاء، المواجهة قائمة، وبالتالي نحن نتوقع عمليات أخرى مع حلول الموعد القادم للانتخابات. طرقات أمنية تستهدف المناطق الآمنة من قبل العصابات الإجرامية ومطالبات للحكومة المركزية باتخاذ خطط وحلول تنهي آمال هذه العصابات التي هدفها إراقة دماء الأبرياء بين فترة وأخرى. من محافظة ديالى، حسن الشمري، التغيير الفضائي.